السلام عليكم، معكم مصطفى من قناه مستر بومتك. ان شاء الله حلقه النهارده، بما ان الناس بقى حبت موضوع الجي بي تي والناس حبت وبقى بيجيب مشاهدات ولايكات حلو بصراحه. موضوع الجي بي تي ده ممتاز وسهل والناس حبت الموضوع، والمواقع الاخيره اللي احنا بدانا نشرحها في الجي بي تي ممتازه وبتقدم اسعار كويسه جدا. فموقع النهارده مش هيقل عنهم اي حاجه، وبرده موقع الجي بي تي بقى الناس طلبت الموقع ده وطلبت مواقع كتير عن الجي بي تي. فالنهارده يعتبر يعني مش هقول لك اخر موقع او حاجه زي كده، لا هنشرح اكتر عن الجي بي تي بعد كده، وهنشرح حاجه يعني للمحترفين شويه. يعني احنا شرحنا شويه حاجات للمبتدئين، حاجه للناس المتطوره شويه او المبتدئين بقى اللي عايزين يتطوروا شويه في الجي بي تي قريب. مش الحلقه دي، الحلقه دي سهله جدا برده للناس المبتدئين، ولكن قريب جدا نشرح حاجات متطوره شويه في الجي بي تي عشان الناس كلها تستفيد منها والناس كلها تبقى تكسب مبالغ اكبر بقى. يعني كفايه بقى الدولار 2 دولار كفايه. خلينا نروح بقى لمبالغ اكبر شويه برده في الجي بي تي او تقديم الخدمات او السي بي اي بمعنى تاني. تمام، حلقه النهارده هنتكلم فيها عن موقع جي بي تي جديد. الموقع ده ممتاز جدا، اسعاره كويسه جدا. السكريبت بتاعه كنا شرحناه قبل كده في موقع اسمه فري باي موني او حاجه زي كده، يعني مش مهم. المهم كنا شرحنا السكريبت قبل كده، عشان كده مش هنحتاج فيه كلام كتير او شرح كتير. ولكن بما انك بخاطب النهارده برده زي الحلقه اللي فاتت بخاطب المبتدئين، ولكن بما ان النهارده انا بخاطب المبتدئين فخلينا نشرح الموقع برده واحده واحده مع الناس. الحلقه اللي فاتت طلعت مني غصب عني والله، يعني كنت نفسي اعملها في 8 9 دقائق، اقل من كده كمان، بس ما عرفتش خالص. حاولت اشرح كل حاجه بالتفصيل بحيث الناس كلها تستفيد. الموقع ده برده مميزاته كويسه جدا، هنشوفها مع بعض. وان شاء الله باذن الله قبل ما ابدا برده في شرح الموقع اي حاجه، فكل اللي طالبه منك دلوقتي انك تعمل لايك وشير الفيديو ده. اهم حاجه انك تعمل لايك، الشير ده مش مشكله قوي، ولكن انك تعمل لايك ده عشان بيفيدنا انا جدا وبيوصل الفيديو لناس ثانيه. بنتصدر كلمه الربح على الانترنت بقى لنا كام يوم كده عاملين بنطلع وننزل، ولكن دي حاجه بسطاني جدا. وده بس ما يدلش غير على ان انا الناس اللي بتتابعني دي احسن ناس في الدنيا، والناس ناس محترمه جدا، وناس يعني بتقدر فعلا المجهود وبتعمل لايك واشتراك وبتعمل شير للفيديوهات وكده. فيا ريت نستمر على الموضوع ده، عشان ان شاء الله لو استمرينا بعد كده على الكلام ده وعلى الحاجات دي القناه ممكن توصل ل 100,000 مشترك بكل سهوله. فخليكم معايا، خليكم مكملين الدعم الجميل ده. خلينا نروح للموقع. طيب يا جدعان، هي دي واجهه الموقع بكل سهوله. هتخش على كلمه ساين اب هنا عشان تبدا تسجل في الموقع. هتقول له هنا اليوزر نيم بتاعك، هنا الايميل، هنا تعيد الايميل، هنا الباسورد تعيد الباسورد. تمام، هنا الجندر بتاعك ميل او فيميل، هنا هتختار البلد بتاعتك، قول له هنا نو، قول له ريجستر. بس كده بكل سهوله بقى عندك اكونت في الموقع. تخش على كلمه ساين ان، هتبدا تعمل تسجيل دخول. تمام، يوزر نيم وباسورد وساين ان وخلاص. تمام، يوزر نيم باسورد لوجن، كده بقى عندك الاكونت ودخلت خلاص على الاكونت بكل سهوله. دي هي واجهه الموقع، سهله جدا. انا معايا هنا 13.5 نقطه، هنا دي ال 13 نقطه، وهنا النص عشان الناس بتقعد تقول لي انا معايا 1350 او 1500 او مش عارف ايه، في حاجات غريبه يعني. ولكن حاليا دول 13 نقطه و50 او ونص، 13 نقطه ونص. تمام، هنا عدد الفيديوهات اللي انت تقدر تشوفها، هنا عدد الويب سايتس اللي انت تقدر تتصفحها وتحصل على النقط، هنا عدد الملفات اللي تقدر انت تحملها وتحصل على النقط، هنا عدد الملف، هنا عدد المواقع او الروابط تقدر تتخطاها وتحصل على النقط. تمام، هتخش على كلمه توصل فيديوز، هتلاقيها فين؟ هتلاقي هنا عندك اربع طرق ازاي تكسب من الموقع عن طريق الاربع طرق دي. البيمنت هنا دي في بيمنت بروف، في اثباتات دفع للموقع. الكوبونز دي هنتكلم فيها حالا. وهنا لو عايز تشوف النقط اللي معاك، عايز تسحب حاجه، عايز تعمل اي حاجه، تقدر تسحب من هنا، الريفرال من هنا، عايز تعدل في الاكونت من هنا. خلينا نسيب كل ده على جنب ونروح على ازاي نكسب الموقع ده. ولكن قبل كده خلينا نتكلم على الكوبونز. قدامك حاليا في من اول الثانيه اللي احنا بنصور فيها حاليا دي، هيظهر قدامك كوبون، هيظهر قدامك ارقام جنب بعض. هتكتب الارقام دي كلها في كلمه الكوبونز هنا، لاول 100 شخص هتحصل على نقطه. طول الحلقه دي لحد اخرها هتلاقي خمس كوبونات، خمس كوبونات هيتكتبوا في دقائق مختلفه من الحلقه دي، من اول دلوقتي لحد اخر الحلقه. فانت المفروض حضرتك تتفرج لاخر الحلقه عشان تعرف عدد الكوبونات الموجوده او تعرف الارقام الكوبونات اللي موجوده. تمام، وتحصل على نقطه عن طريق كل كوبون، وتكتب طبعا الكوبون اللي هتلاقيه هنا. يعني زي مثلا كوبون مكتوب كده شرطه 666 مش عارف ايه شرطه كذا كده يعني. تمام، هتلاقيه مكتوب قدامك وانت اكتبه هنا. وخلينا نروح بقى لطرق الربح من الموقع ده. هنا طبعا دي البيمنت بروف، اثبات الدفع للموقع. وهنا خلينا نروح بقى ازاي نكسب. اول حاجه واتش فيديوز، بتشوف شويه فيديوهات وتحصل على نقط عن طريق تضغط على كلمه مشاهده. هتستنى الكام ثانيه اللي مكتوبه، 60 ثانيه، هتضغط على مشاهده. تمام، بدا يعد معاك ثواني اهو، هتستنى لحد 60 ثانيه وكده خلاص انت حصلت على النقط بتاعتك. تاني حاجه السيرف ويب سايت، تصفح الموقع، اضغط على زياره،
هتستنى برضو الكام ثانية اللي هيكتبوا لك 120 ثانية تستناهم وبرضو هتحصل على النقط بتاعتك. تالت حاجة في الموقع داونلود فايلز، هخليها هروح معاك انا في الحتة دي عشان الناس تبقى عارفة. جيت ذا كود تمام، انا كنت مجربها قبل كده يعني. جيت ذا كود هتروح هنا تقوله جيت ذا كود، برضو هتستنى هنا اختصار الرابط اللي قدامك ده. ده اختصار رابط سهل جدا تبع الموقع، مش محتاج منك حاجة يعني، سهل وبسيط الانتقال الى الرابط. جميل جدا قدامك اهو، هيقولك هنا بليز ويت، هتستنى كام ثانية بالظبط. قوله داونلود ناو، هيدخلك على موقع رفع ملفات او موقع تحميل تمام. هتقول له فري داونلود هنا، ده موقع فايل ابلود كلنا عارفينه وعارفين ازاي بنحمل منه. هتحمل الملف وتحط، هتلاقي جواه الكود وتحطه تمام. هنستنى هنا عشان برضه اكون معاكم الناس اللي ما بتعرفش تحمل الفايل ابلود، عشان زي ما قلت لك الحاجات دي موجهه للناس المبتدئه اللي مش عارفين المواقع. هنا دي خلصت خلاص، هنروح على كرييت داونلود لينك، حملنا اللينك اهو تمام. هتلاقي الكود هنا قدامك، تحط الكود هنا، قول له تشيك ذا كود تمام. كده انت حصلت على النقط زي ما انت شايف مكتوب قدامك اهو، ان احنا حصلنا على النقط بتاعتنا. جميل، هتروح على رابع طريقه للربح من الموقع ده، شورت لينكس، اختصار الرابط. هتقول له هنا جيت ذا كود تمام، هدخلك على اختصار الرابط تبع الموقع. ده الاختصار الاول، في اختصار تاني بقى بعد كده اللي هو الموقع بقى الاختصار الرابط الطبيعي. هنستنى هنا بس ثواني بالظبط، قول له حصول على الرابط. هنستنى هنا كام ثانيه، ركزوا معايا يا جدعان عشان بس الناس ما تتلخبطش. الانتقال الى الرابط، جميل. هتنزل تحت تلاقي كلمه كود التفعيل، اضغط عليها هتوديك على موقع الاختصار بتاعهم بقى، الموقع الاختصار بقى العادي. هنعديه بقى، هنتخطاه. هتنزل تلاقي كود التفعيل بالاحمر اهو زي ما انت شايف قدامك اهو. هتروح تحط الكود التفعيل هنا، قول له تشيك ذا كود. زي ما انت شايف كده خدنا النقط والكود اتفعل. جميل، هي دي طرق الربح من الموقع ده بكل سهوله يا جدعان. موقع بسيط جدا وسهل، ما فيهوش اي مشاكل خالص. زي ما انت شايف هنا بيكتب لك النقط اللي معاك، هنا تحويل النقط لفلوس. انا معايا هنا 23 سنت. ازاي تسحب ارباحك بقى من الموقع ده بسهوله جدا؟ عن طريق انك هنا بتحط النقط اللي معاك، لو انت معاك فوق ال 60 نقطه، وال 60 نقطه ب 1 دولار طبعا احنا عارفين، هتكتب هنا النقط اللي معاك. لو مثلا 60 تختار رصيد الدفع فودافون كاش ولا رصيد فودافون كاش ولا بير ولا رصيد فودافون يعني ولا بير ولا بريد مصر. لحد هنا مثلا فودافون كاش تكتب هنا رقمك وليكن ده الرقم، هتقول له طلب، اضغط على كلمه طلب تمام. انا حاليا بيقول لك ان انا معيش نقط كافيه فمش هيقدر انه يدفع لي، لكن طبعا انت لو معاك نقط هيدفع لك. بتلاقي النقط بتاعتك هنا بتبقى مكتوبه هنا وبتبقى مكتوبه عندك في الهوم تمام. يا جدعان اثبات الدفع بتاعي هو من الموقع تمام، ده اثبات دفع من الموقع زي ما انتم شايفين، دفعه 71 نقطه من الموقع ده. بس كده اعتقد ان انا كده قلت كل حاجه. ما تنسوش يا جدعان الكوبونات هتلاقوها عندك في الفيديو، يعني من اول ما انا اتكلمت على الموضوع ده لحد اخر الفيديو، فاستنوا لاخر الفيديو هتلاقوا كل الكوبونات اللي انا حطيتها. كل كوبون هتحطه هنا هيديك نقطه كامله في الموقع. وبس كده اعتقد ان انا كده قلت كل حاجه في الموقع، وقلت طريقه الربح بكل الطرق من الموقع ده. ان شاء الله تكون النهارده انتوا استفدتوا من الحلقه دي، ويكون الموقع ده كويس ومكمل ليه بقيه المواقع اللي انا شرحتها قبل كده. ان شاء الله تطلعوا بمبلغ كويس من المواقع دي في اخر الشهر. وبس كده شكرا جدا ليك عشان شفت الحلقه دي للاخر، وان شاء الله تكون شفتها للاخر يعني. كل اللي طلبوا منك عشان اقدر انزل لك حلقات ثانيه احسن وحلقات ثانيه تكون متطوره اكتر تكسبك اكتر بكتير من الحلقات دي، لايك، اعمل لايك للفيديو ده واشترك في القناه عشان تشوفني. يعني اكيد انت اشتركت في القناه لان انا بنزل حلقات جامده قوي الفتره الاخيره، وعمال بعمل لكم حاجات جديده وحصريه وبتاع، فانت اكيد اشتركت في القناه اكيد. واللي جاي هيبقى احسن، واللي جاي هيبقى حصري اكتر وحاجات احلى وحاجات جديده اكتر، فاشترك في القناه لو كنت اول مره تشوفني. وان شاء الله تكون الحلقه دي عجبتكم والموقع ده يكون عجبكم. ولو عايزين مواقع تانية زي ما قلت، فكل عليك انك تعمل لايك عشان اللايك ده بيشجعني وبيخليني اقدر انزل حلقات تانية، وبيخليني اعرف ان انت بتحب الانواع دي وبتحب المايكات، سوري مايكات، بتحب المواقع دي
فبنزل اكتر منها. زي ما انتم شفتوا نزلت لكم اكتر من حلقه جي بي تي في الفتره الاخيره والنهارده عشان انتوا طلبتوا مني كده. طب بتطلبوا مني في الكومنتات، فلو انت عايز حاجه معينه اطلبها مني في الكومنتات تحت، وانا الكومنت اللي بعمله لايف معنى كده انه اتقرا وممكن انفذ اللي فيه او ما انفذوش، بس المهم انه اتقرا. تمام، ما بكسلش ارد والله، بس انا برد فعلا على كومنتات كتير، بس يعني في كومنتات كده بعملها لايف وخلاص عادي. وبس كده، شكرا جدا ليك على المشاهده، اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.